بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي تنمو في الشتاء. طبعا هذا النبات يعتبر من النباتات التي تتحمل البرودة أو تعيش في يعني الجزيرة العربية بشكل كامل تقريبا، مثل الأحساء والشرقية وغيرها من يعني المناطق. وأيضا طبعا ينتشر بنسبة كبيرة جدا في محافظة الأحساء في فصل الشتاء. ويعني تم دراسة هذه العينة من قبلي، تم تشريح العينة ودراسة العينة تحت المجهر التشريحي. طبعا حصلت بعض المخلوقات الحية التي تعيش في هذه العينة مثل الفطريات عفوا مثل الفطريات، الميكروبات، الطفيليات، الأحياء الدقيقة الأخرى التي تعيش في العينة. وممكن تلقى ميكروبات أخرى مثل يعني فيروسات خاصة يعني معينة خاصة للنبات هذا، تعيش في هذا النبات بالتحديد ولا تنتقل للنباتات الأخرى. ممكن تلقى فيروسات أخرى منتقلة. وطبعا لقيت بكتيريا تعيش داخل هذه العينة في السطح العلوي من الأوراق. ممكن تلقى ميكروبات كثيرة جدا، يعني يجب أنك تكون حذر جدا في دراسة النباتات، وعلم الأمراض النباتات أيضا يجب يعني أن تكون حذر في دراسته. طبعا بعد تشريح العينة تحت المجاهر التشريحية حصلت يعني مخلوقات كثيرة جدا، يعني مثل يعني الديدان المجهرية وغيرها من المخلوقات الأخرى. ممكن تلقى ديدان مجهرية فصائل كثيرة متعددة تختلف أحجامها من فصيلة إلى فصيلة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات أخرى.